هلا وسهلا. حاليا انا في المطار طار الكويت، بس عندي حركه ابي اوريكم اياها رهيبه جدا تسهل عليكم معرفه اي بوابه انتم رحلتكم وهل الرحله في موعدها ولا تاخرت. شغله بسيطه جدا ما حد منتبه لها. شوف الطريقه بسيطه جدا، اذا جوالك ايفون رح للصفحه الرئيسيه عشان توصل لمحرك البحث هذا، او من اي صفحه بس اسحب الشاشه على تحت عشان يطلع محرك البحث. اكتب رقم الرحله حقتك، انا رقم رحلتي SV510، تطلع لك الرحله على طول. شوف انا رحلتي من الرياض الى الكويت، يقول حالتها تاخرت الى لمده ساعه، بدل ما اطلع الساعه 4 صار الساعه 5، وانت البوابه حقتك 24، توصل 5:15، مده الرحله ساعه وربع. بعدين حاط لك روابط ممكن تفيدك، عشان كذا خلاص ما تحتاج انك تقوم تشوف الشاشه ولا تسال موظف هل تغيرت بوابة ولا لا. اي تحديث عندهم بيوصل هنا. حتى لو تبي تستقبل احد خله بس يرسل لك رقم الرحله، ما يحتاج تقول له متى توصل ولا الاشياء هذه، انت اكتبها في محرك البحث عندك ويعلمك.